أرسلنا النسخة السابعة للكوبي، والحمد لله اللي كانت كتعرف مشاركة قوية للعنصر النسوي، وآخر نسخة رحبت بها 3000 فتاة وسيدة، وكان ذلك ياسر يعني لنا في هذا. الحمد لله بنا يعني أصبحت توفر على البناء التحتية لموضوع إشارة يعني السكان الذي المواصلين. أول يعني في هذا الوقت هو السؤال ديالي المباشر، وأكيد أن هذه النسخة هذه بغض النظر أنها تكون الصباح ولا العشية، وغادي نطلبوا إن شاء الله واحد الندوة غادي تكون يوم 26 ديسمبر الساعة 10. حجاج مساعد رئيس نادي اولمبيك بنغري لالعاب القوى. النادي غينظم هذه السنه هذا السباق نصف ماراثون الدولي لمدينه بنغري. هذا السباق هذا اللي غادي يعرف مشاركه ديال يعني اكثر من 3000 عداء وعداءة اللي من خيره العدائين ديال على الصعيد الوطني اللي حصلوا نتائج جد قويه في الاشهر السابقه. كذلك غتعرف حضور مجموعه من عدائين جنوب الصحراء اللي كيف كتعرفوهم فهم اصحاب الاختصاص في هذا الميدان هذا، سواء عداء من اثيوبيا او من كينيا. والحمد لله هذا السباق هذا فهو سباق يعني اللي كيتنظم تحت شعار الرياضه رافعه لتسويق الترابي المدينه. وفي هذا الاطار هذا غادي ننظموا يوم السبت يعني يوم قبل السباق واحد ندوه بجامعه محمد السادس متعدده التخصصات حول الرياضه رافعه للتسويق الترابي للمدينه، ونعطيو مثال ديال مدينه بنغري. حدوش الحسين اطار في المكتب الشريف الفوسفات فاعل جمعوي حاليا، نائب رئيس نادي اولمبيك بنغري لالعاب القوى. جديد بالنسبه للنسخه الاولى من الماراثون الدولي ديال مدينه بنغري هو انه حنا كمكتب درنا تقريبا على الماراثونات كلهم اللي تيديروا في المغرب هذا، ولقينا بانه ضروري 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 ومؤكد انه نطلعوا شويه في الناحيه التنظيميه ديال الماراثونات، لحقاش اكثريه ديال الماراثونات و تنعتذر للكل هو انه ما عندوش ديك الصيغه الدوليه ديالو في التنظيم، ما تيقبضش واحد الصيغه تنظيميه تقنيه في التنظيم بالخصوص. التنظيم هو كل شيء، ديك المساحه الاولى ديال الديبار وديال لاريفي هي بصراحه هي كل شيء. تتعطي واحد الصبغه دوليه عالميه للماراثون، لحقاش حنا دابا في اطار باش ندخلوا مع الاتحاد الدولي ديال التنظيم ديال هاد الماراثونات هذا، وهاد الصيغه الاولى وهاد الماراثون الاول ديال بنغري ان شاء الله غادي تكلاسا زوين، لا من ناحيه ديال التوقيت التقني ديالو، لا من ناحيه ديال التنظيم، لا من ناحيه ديال البيئه احترام البيئه ديالو، لا من ناحيه كل شيء. حنا درنا هاد الشيء باش يكون ان شاء الله بحال دفتر تحملات ديال النسخه الثانيه، هذا كله غادي يكون غير دفتر تحملات ديال النسخه الثانيه، ولكن واحد دفتر تحملات اللي ما تيكونش فيه لي ماكيت وتيكون فيه غير الحلم، لا غادي يكون حقيقي وغادي يكون شنو برهنا في هذه النسخه الاولى بانه يستاهل باش يكون في المسارات ديال العشر سيمي ماراثونات الكبار اللي غادي يكونوا دوليين ان شاء الله من ناحيه تنظيميه ومن ناحيه كل شيء. قداس محمد المدير التقني للنادي اولمبيك بنغري المنظم للنصف ماراثون الدولي الاول مدينه بنغري. كما تعلموا انه اليوم كانت ندوه صحفيه لتقديم تقديم هذا الماراثون، هذا السمي ماراثون هذا نتذكروا عليه ونتضاروا نعطيوا المعطيات للصحافه، لكن الفرحه اللي تعيشها المغاربه كاملين بحكم النتيجه اللي محققها الفريق الوطني واستمرار هذه النشوه هذه، ارتئينا اننا نؤجلوا هذا السمي ماراثون الاسبوع المقبل ان شاء الله. و المهم كان غادي تنظم في هذا الاسبوع هذا تزامنا مع سيمي ماراثون ديال تمسنا، دوكا ان شاء الله غادي تكون مشاركه مكثفه، تنوعدكم بانه غادي تكون مشاركه مكثفه وغادي يتحقق واحد الرقم قياسي ان شاء الله في هذا المطاف، لانه مطاف سريع ما فيهش بزاف ديال العراقيل العدائين،
ويلاحظوا الاداء الممتاز، لانه المغرب ولا عنده اداء ينافسون الافارقه في السباقات على الطريق ان شاء الله. وكاين وعود لانه ديجا حنا كاين اتصالات وكاين تاكيد ديال المشاركه ديال الدائن ان شاء الله. غادي يكون تكون مشاركه قويه وغادي تحقق ان شاء الله واحد التوقيت اللي هو ممتاز اللي خونا اننا ندخلوا في مصاف سيمي ماراثونات الدوليه. المسافه كاينه مسافه 21 كيلومتر نصف ماراثون اي 21 كيلومتر، وكاين مسافه 10 كيلومتر 21 كيلومتر خاصه بالكبار، وكاين سباق تاع الدراري الصغار. وتنفكروا نظرا لالحاح بعض الاخوه الصحفيين لما لا برمجت واحد السباق ولو كان يكون رمزي لذوي الاحتياجات الخاصه باش يفرحوا حتى مع يفرحوا معنا حتى حنا في الفتره اللي تندوزوها ان شاء الله. بقي امامنا الوقت اننا نبرمجوا لهم واحد السباق اللي يكون هو من ينطلقوا السباقات الاخرين نقدروا نبرمجوهم على اساس ياتوا لنا هذاك سميتو ونفرحوا بهم لانهم حتى هما راه بحالنا بحالهم وراه ولاو ذوي الاحتياجات الخاصه راه تيحققوا نتائج كبيره وترفعوا رايات المغرب. ونتمنوا ان شاء الله يستمر هاد النشوه هذه اللي عايشينها بالفوز ديالنا ان شاء الله، الفوز ديال الفريق الوطني بكاس العالم، ونحتفلوا هذاك في هذاك السباق ان شاء الله بهذا الفوز.